وكل مشاهدي وجمهور ملعب الاهلي وقناه النادي الاهلي في كل مكان. في البدايه كابتن اسلام طبعا بنتمنى لك كل التوفيق، منور قناه النادي الاهلي، بتكون اضافه سواء بتتواجد في اي قناه بتكون موجود فيها بتكون اضافه ان شاء الله، تكون الاضافه المنتظره لكل جمهور النادي الاهلي في قناه نادينا قناه النادي الاهلي. اليوم يا كابتن اسلام الاهلي على موعد في مواجهه هامه ومرتقبه، مواجهه صعبه جدا، بيراميدز والنادي الاهلي في بطوله الدوري العام، احد المباريات المؤجله من الاسبوع الثامن، استاد الدفاع الجوي في الساعة 6:00 مساء. الأمر طبعا حابين نبدأ فيه في البداية، طبعا كنا بنتكلم على حضور الجمهور، كنا بنتمنى تكون هذه المباراة بحضور الجمهور. نعلم جيدا أن طرف هذه المباراة نادي بيراميدز وصاحب الأرض كن يكون متواجد 500 مشجع لفريق النادي الأهلي، رغم قلة العدد لكن بيبقى ليهم دور، بيبقى ليهم تأثير، وزي ما أكدنا وقلنا كابتن إسلام النادي الأهلي في احتياج كبير لجمهور النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي في احتياج للاعبي النادي الأهلي. لكن بنتمنى إن شاء الله مباراة سموحة، المباريات القادمة، مباراة البطولة الأفريقية، يعود من جديد جمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي. زي ما قلنا طبعا مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه، شغل كبير جدا بذل من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، تدريبات تكتيكيه خلال 72 ساعه الماضيه، يمكن شفنا امور كثيره جدا، فقرات تدريبيه عديده جدا، التكتيك يمكن بركز عليه بشكل كبير مستر مارتن، الجمل بيحاول ان هو يحفظ اللعيبه بعض الجمل اللي بيرغب اكيد تنفيذها في هذه المباراه، مباراه زي ما احنا عارفين طبعا النادي بيراميدز بيحتل المركز الثاني، النادي الاهلي المركز السادس، النادي الاهلي لسه كمان عنده مباراتين مؤجلتين بعد هذه المباراه، لسه الدوري طويل، لسه الامور ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي، النقاط بتقترب والنادي الاهلي بيقترب بشكل كبير لتواجده كالعاده ومكانه الطبيعي سواء في المركز الاول او المركز الثاني، لسه كمان الدور الثاني انت عارف يا كابتن اسلام بيكون في متغيرات كثيره جدا، النفس الطويل وصاحب النفس الطويل هو اللي بيكون على قمه الدوري العام، واكيد طبعا بيتمنى كالعاده النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله الدوري العام، دوري شرس ودوري قوي جدا هذا الموسم، تدعيمات كثيره جدا، كل الانديه حاولت طبعا ان هي تدعم بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه، واكيد النادي الاهلي قدر بالفعل ان هو يدعم باربع صفقات مميزين، بنتمنى ان شاء الله يكون ليهم دور، والنهارده ان شاء الله باذن الله نشوف كل لعيب من هذه الصفقات يكون متواجد في التشكيله الرئيسيه لفريق النادي الاهلي. لو بستعرض معاك كمان يا كابتن اسلام قائمه فريق النادي الاهلي بتتكون من 20 لاعب في حراسه المرمى الشناوي وشريف اكرامي وايمن اشرف وهشام محمد واسلام محارب وليد سليمان رمضان صبحي محمد هاني مروان محسن سليم كولبالي عمرو السلية احمد الشيخ علي معلول وليد ازارو واكرم توفيق ناصر ماهر كريم ندبد وجيرالدو محمد محمود ومحمود وحيد. يمكن طبعا اخر اربع اسماء هي صفقات فريق النادي الاهلي اللي اكيد بالفعل متواجده منذ صباح اليوم في معسكر فريق النادي الاهلي في احد الفنادق القريبه من استاد الدفاع الجوي اللي يستقبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه النهارده ان شاء الله باذن الله تكون يمكن مباراه من نصيب النادي الاهلي. الجديه والحماس والتركيز اللي احنا شفناه في التدريبات يا كابتن اسلام خلال الايام الماضيه بياكد لنا ان المباراه هتكون غايه في القوه، النادي الاهلي يعلم جيدا اهميه هذه المباراه واهميه الثلاث نقاط في هذه المباراه، ان شاء الله باذن الله تكون كل الظروف مهيئه لفريق النادي الاهلي، مستر مارتن لاسارتي يكون موفق بالنسبه لاختيار التشكيل الامثل لقياده فريق النادي الاهلي في هذه المباراه كاول مباراه يديرها بشكل فني، ان شاء الله تكون مباراه كلها باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه، ان شاء الله النادي الاهلي يعدي هذه المباراه، وعنده كمان يوم الثلاثاء مباشره مباراه سموحه، شهر يمكن يناير مليئه بالمباريات يا كابتن اسلام، لكن بيحاول طبعا الجهاز الفني يكون في استشفاء للعيبه سريعا، النادي الاهلي بعد هذه المباراه مش هيبقى راحة مباشرة، هيكون على طول تدريب غدا في الساعة 4:00 عصرا استعدادا لمباراة سموحة. كمان غيابات كثيرة كابتن اسلام واصابات وايضا كمان غيابات للرؤية الفنية لمستر مارتن لاسارتي، النهارده يمكن 14 لاعب بيغيب عن فريق النادي الاهلي، منهم زي ما اكدنا قلنا بعض اللعيبة اللي بتعود من التأهيل وبعض اللعيبة اللي لسه عندها وقت شوية في الاصابات، على رأسهم حسام عاشور وسعد سمير وباسم علي واحمد فتحي صلاح محسن محمد شريف ومحمد نجيب، دول طبعا بالنسبة للاصابات. الرؤية الفنية للجهاز الفني لفريق النادي الاهلي تم استبعاد علي لطفي واحمد علي واحمد حمودي ميدو جابر صالح جمعه مؤمن زكريا وصقر رحمه. اكيد طبعا بيحترم الرؤيه الفنيه للجهاز الفني، كل مباراه بيبقى ليها ظروف، كل مباراه بيبقى ليها تحديات كبيره جدا، ويمكن كمان بنتمنى ان كل الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي وبيمر بيها فريق النادي الاهلي من غيابات واصابات تكون دوافع جديده لفريق النادي الاهلي، تحديات جديده في هذه المباراه باذن الله النهارده تكون المباراه، لن تخرج باذن الله عن الاطار طبعا الكروي والروح الرياضيه اللي بنتمناها من كلا الفريقين، وايضا كمان كعادتنا بنتمنى التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون لنا فرحه كابتن اسلام مع الجهاز الفني ومع لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله عقب هذه المباراه الهامه والمرتقبه والصعبه جدا زي ما بنأكد عليها. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل المشاهدين
المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان لحظه بلحظه من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن اسلام.